هنبقى عندنا 6 سنين انا اعتقد فيهم ان هم فعلا مختلفين عن السنوات التسع الماضية. ليه؟ لانه احنا قطعنا شوط كبير جدا 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 في بناء هذا البلد جدا، خلاص؟ وبالتالي 6 سنين اللي جايين دول هيبقى في جزء منهم حصاد. بس كمان ما نقدرش ننكر على الاطلاق، لان طالما كنا بنتكلم عن التصويت والاقبال وما الى ذلك، الدور الرائع الحقيقه واللي بتقوم بيه السيده والفتاه المصريه، واللي انا اشوفه دور عادي او بالادق ده وضع عادي جدا. يعني احنا في تاريخنا الطويل انا معرفش مين اللي طلع في دماغنا ان الستات ما كان لهمش دور مهم. يعني احنا تاريخنا الطويل مليء، يعني تاريخنا الطويل حتشبسوت ملكة مصرية على امبراطورية، مش على مصر فقط، على امبراطورية، ده على سبيل المثال. في التاريخ القريب جدا انت في عندك طبعا ثورة 19، في تاريخ اقرب عندك عالمات مصريات ابهرنا العالم، وهكذا. فانا بستغرب من مسألة يقول لك ايه الحقيقة الست المصرية خلال ال10 سنين او خلال ال13 سنة اللي فاتت ابهرتنا. انا دي حاجة ما بفهمهاش، لكن ممكن استفهم منها من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا يا فندم، اهلا. ازاي حضرتك؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله، ومبروك يعني للسيادة الرئيس، ومبروك لمصر كلها على هذا الاستحقاق الدستوري الأهم أعتقد في الفترة الأخيرة دي. صحيح. ولو هنرجع بقى للي بتسأله دور المرأة المصرية، أيوة. أنا دايما ببقى سعيدة بمقدمتك إن حضرتك من القلائل اللي بتأكد إن دور المرأة المصرية دور محوري ودور قوي من اول ما التاريخ اتكلم. احنا النهارده بناكد على الدور ده، دورها مهم وقوي ومتفاعل ومتواجده، بنات وسيدات بيحافظوا على حقهم، وحقهم ان احنا نشجعهم يحافظوا على حقهم. صح. كمان فببقى سعيده دايما بثقتك كده في المراه المصريه صراحه. انا مش بس تربية أم، لكن هو أنا أمي تولتني من الألف للياء الحقيقة، فأنا شايف كده. سيدة عظيمة خرجت لمصر أيضا رجل مختلف نجمه عظيم، وهو ده دورنا إن إحنا يبقى دايما عندنا أولاد بتطلع مقتنعة بدور المرأة في حياتهم، فبتبقى مساندة بالطبيعي، بتبقى مساندة. صح صح 100%. طب يمكن الانتخابات دي كانت من ضمن أيضا النقاط شديدة الوضوح واللي هي أيضا ساطعة ضوءا في العمل السياسي في دور الستات والفتيات المصريات في الحشد الانتخابي، يعني أنه تشجع الناس تنزل وتدلي بصوتها. وفي نفس الوقت شفنا كمان أنه على ما يبدو بالنظر أنه هناك عدد ضخم جدا من الستات والفتيات المصريات كانوا واقفين قدام اللجان للإدلاء بالأصوات. فأنا بعتقد أنه نسبة الستات السنة دي أكتر كمان من النسب خلال الاستحقاقات الماضية. يا رب يا فندم، احنا بالعين المجردة كده السيدات والفتيات كانت متواجدة بكثافة شديدة في كل محافظات مصر في كل اللجان اللي ليها فيها أصوات. طبعا ما عندناش النسبه، بس احنا شايفين يعني العين ما بتكذبش يعني. صح. اعتقد السيده المصريه المره دي نزلت مش بس عشان تكمل انتخابات وتدلي بصوتها، ولكن الاقليم المشتعل والبلاد واللي حاصل في البلاد المجاوره عندنا يخلي المراه المصريه بتاكد على انها خط دفاع اساس عن بلدها وعن دولتها وعن استقرارها وعن امنها وعن امن ومستقبل اولادها. فكان في نوع مختلف المره دي من التصويت، ان الستات شايفه او السيدات شايفين ان الاستقرار مهم في الفتره القادمه، ان القوه والركيزه والامن والامان اهم من اي حاجه في الدنيا. ممكن يكون في ازمات اقتصاديه، ممكن يكون في يعني عارف، انا في الوقت ده كنا بنسمع السيدات تقول لك احنا ناكلها بدقه بس تحت بيتنا وتحت سقف. أيوة. بيتنا احنا في امن وامان. سمعناها كتير قوي. صحيح. سمعناها كتير قوي،
واعتقد الاحداث كمان كانت بتخلي السيده المصريه تنسى كل حاجه. احنا اكننا كنا داخلين حرب يعني، كانت تلاقيها نازله كده قدام اللجنه بتحارب بصوتها، ما بتملكش غير الصوت ده تحطه في الصندوق وتاكد على ان عايزه استقرار بلدها وعايزه بلدها بتتقدم. وكمان مهم جدا ان فعلا ان الست السنوات القادمه هيبقى نوع من الحصان، بس ده لا يختلف بقى ان احنا كمان لسه بنحلم يعني. هنحسب اللي حصل في السنوات الماضيه، ولكن صدقني احنا في احلام كثيره ومتوقعين نجاحات اكبر وملفات اكثر تفتح للمراه المصريه والفتاه المصريه. كل مره بقول ان ما خدناش حقوق في هذا العصر، وما خدناش حقوق مع قياده سياسيه عندها اقتناع كامل بدور وبحقوق المراه المصريه، هيبقى صعب جدا في الاجيال القادمه تحصل على هذه الحقوق. باب اتفتح لنا، لازم يعني نحصل على كل ما نقدر عليه في هذه الفتره. فمبروك من قلبي للسيده المصريه اللي نجحت ان هي المره دي كمان تقول ان هي بقوه بتختار بديمقراطيه بقوتها بصوتها ببيتها باولادها كده بتختار رئيسها، رئيس مصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.